إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعضه من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا ضيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حضرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعظمون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا كيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ضيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الطور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعظ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يعذرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين اللهم ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وابق علينا بمعرفة العلم والإيمان وانشر علينا كفائل رحمتك يا رب العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأطوني مسلمين صل سبحان ربك ورب العزة ما يقول والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين أيوة الحمد لله بعد أن سيكون كلامي صوما لن نقول إن شاء الله قرآن برجي كدين أولى من كلا كذيرنا بلا جل ما لا موكلا كأن يشري أي سنة كأن لا دو أرجينا كنا لا موكلا إن شاء الله الدو تلبنا ندمنا إن شاء الله تلبي هرب على بلوك تلبي هرب ديننا أو بلا جل ما لا موكلا كتلبي هرب ديننا أو بلا جل ما لا موكلا أتنا ما فيهم فين بالا كأننا أو سدرا كبار ما لا موكلا أتنا ما فيهم فين بتري كلا كأن سدرا أو ما لا موكلا ألم أن جانا فيهم دلما إن شاء الله هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمن أن يوم سرسيني سوما إن شاء الله ألم السلام عليكم